المقاومة لا تقاتل يعني باستراتيجيات وتكتيكات الجيوش النظامية. يعني حتى اللحظة هناك يعني تراكمات في العجز الاستخباراتي الإسرائيلي. يعني طوفان الأقصى فضحت العجز العسكري والعجز الاستخباراتي والسياسي كذلك والسياسي، والآن هناك إضافات على هذا العجز الاستخباري. ولذلك يعني أنا أرغب يعني دائما في مقاربة المسألة من الأبعاد الاستراتيجية. إن كنت تذكر يعني قبل سنتين إلى الوراء عندما كان أحدنا يتكلم عن زوال الكيان، كان يعني يقابل أحيانا بالتهكم وأحيانا كان مجرد أمنية أو حلم أو السخرية. لا، الآن هناك الكثير من المؤشرات، منها الإسرائيلي في التحليل والمقاربة، ومنها طبعا تحليلاتنا يعني الطبيعية المنتمية واحد، والتي تقارب المسألة انطلاقا من المتغيرات. طيب اليوم في عنا متغيرين اثنين، بعناصر اثنين لكل متغير، لا أحد يستطيع الجدال فيهما. المتغير الأول في عناصر التأسيس لهذا الكيان، يعني هناك عنصر التفوق العسكري، يعني بني هذا الكيان على أساس التفوق العسكري، وهذا زال يعني الآن لم يستطع حتى اللحظة الانتصار أو تحقيق الهزيمة في مقاومة محاصرة يعني منذ 17 عاما وليس منذ الآن. العنصر الثاني الذي سقط من عناصر يعني التأسيس والذي كان يشكل الرافعة في التأسيس وهو المظلومية، يعني الهولوكوست أو المحرقة. طيب الآن يعني شو عم نشوف نحن؟ عم نشوف افتضاح أمر هذا الكيان، عم نشوف متغير كبير في الرأي العام العالمي وتحديدا في النخب، يعني الطلاب، المفكرين، الخبراء في أمريكا، في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، في أكثر من مكان. هذا إلى ماذا يؤشر؟ يؤشر إلى أن العصر الحالي والقادم أصبح عصر فلسطين وليس العصر الإسرائيلي. يعني نحن الآن في خضم مرحلة انتقالية، ربما في خضم مخاض يمكن أن نسميه في هذه الأيام التي نعيشها. بالضبط. المسألة الثانية وهي الأخطر، تعرف إسرائيل كيان وظيفي، نعم، أنشئ لخدمة أهداف استعمارية، لتحقيق يعني الدفاع عن مصالح الغرب كمخفر متقدم في المنطقة، أنشئ للدفاع عن مصالح الغرب. ماذا يحصل الآن؟ في طوفان الأقصى وفي الضربة الإيرانية احتاج هذا الكيان إلى كل الغرب الجماعي لكي يدافع، ليأتي للدفاع عنه. إذا انقلب المشهد. نعم. شيك؟ طيب انتفت الوظيفة، رافعة هذه الوظيفة كان الأمن. شيك؟ وهذا العنصر اللي فينا نسميه هو عنصر استقرار هذا الكيان. طيب الآن في صواريخ من اليمن ومسيرات طبعا من العراق، من سوريا، من لبنان، ومن غزة حتى اللحظة، وأيضا الضفة الغربية. يعني الضفة الغربية أنا أسميها المارد النائم، والإسرائيلي يحسب مليون حساب للضفة الغربية الآن في حساباته وتقديراته الأمنية والعسكرية. إذن هذا الكيان بات محاصرا بالنار. بالمناسبة هذه نظرية الحاج قاسم سليماني والحاج عماد. يعني طيب إذن تحققت هذه المسألة، مسألة الخلل الكبير في الأمن، ماذا ستحقق؟ ستحقق المسألة التي يخشاها العدو وهي الهجرة العكسية. نعم، الهجرة العكسية أساس